زوجي تزوجني من 40 سنة وكنت صغيرة السن وكنت أعمل. اشترينا بيتا، ساعدت في جميع ثمن البيت، في جمع ثمن البيت مع زوجي، دفعت أكثر من نصف ثمن البيت، كل ميراث من والدي وضعت في ثمن البيت أيضا، أيضا ذهب بعته وضعته فيه، لم يسجل لي شيئا في البيت. الآن توفاه الله وأولادي يريدون أخذ البيت وبيعه، فما حكم الشرع في هذا الوضع؟ أين حقي كزوجة وقد دفعت كل عمري وأنا أعمل معه في بلاد الغربة، مع العلم أن البيت لم يسجل بعد ويمكنني تسجيله باسمي؟ أنا عندي إمكانية قانونية أن أسيطر على كل شيء، لكن أن أعرف حكم الله عز وجل وأن أقف عند حدوده. الجواب عن هذا يا أمة الله أن ما دفعته في ثمن البيت من خالص مالك حق لك، دين على التركة ما دمت لم تتبرعي به، ويعطيك الحق في نصيب عادل من البيت يقابل ما بذلته من مال في شرائه. فأتمروا بينكم بمعروف، تحدثي إلى أولادك برفق، ربما تحتاجين إلى وساطة أحد من أهل العلم يشرح لهم الوضع ويبين لهم حكم الشرع فيه. أسأل الله جل وعلا أن يقذف المودة بينكم والهدى في قلوبكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.